هي المصيف نخدمكم ان شاء الله. يوجد عندنا اكل شعبي ويوجد ذبايح ويوجد طابخ، وان شاء الله باذن الله راح نخدم كثير، وان شاء الله باذن الله مطعمنا طيب وتوارن ان شاء الله باذن الله راح يخدم مع توارب اتقار. حلو وكبير وفي أي صراحة صراحة في جلسات كبيرة، وصراحة عندهم بجد عندنا صراحة شيء تراثية ومطعم ما شاء الله مرتب مطعمنا، وإن شاء الله نستنى إن شاء الله زيارتكم وتشرفونا بأي أوقات وحنا تحت خدمتكم. احنا نخدمكم ان شاء الله في ذبايح في اكل شعبي، يوجد عندنا من كلش طبعا في تراثي، طبعا في مليانه ترى فيها لبن، ترى الدبي هذه فيها لبن، فيها لبن وان شاء الله في دله قهوه، طبعا في دله قهوه تكون دافيه طبعا في تراث هذا. طبعا الصحن صحن طبعا غرفان، صحن غرفة مع الغطاء صحن كعيبي، وطبعا ده طبعا دلو تبع الحب، تبع الحب زمان تبع اللي يطحنوا في الحبوب، يطحنوا في الحبوب طبعا تبع القهوة دل القهوة المشن، وإن شاء الله مستنيين زيارتكم وتشرفونا بأي وقت. حنا مطاعم ومطابخ واحد توارن المصيف، وان شاء الله باذن الله، وفي فرع ان شاء الله بالبديعه راح يفتح ان شاء الله قريب، وان شاء الله باذن الله ومع توارن لا تقارن.